تجار ومهنيون متخوفون من تقليص ساعات العمل مجددا. يسود تخوف كبير في صفوف التجار والمهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم من إمكانية عودة الحجر الصحي الشامل بسبب الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، لا سيما على مستوى العاصمة الاقتصادية. وعبر عدد من المهنيين في كل من أسواق درب غلف ودرب عمار في تصريحات مختلفة لجريدة 24 عن تخوفهم من اتخاذ الحكومة قرارا يقضي بوقف الحركة الاقتصادية، خصوصا بعد تشديد القيود مؤخرا وتقليص ساعات العمل، مبرزين أن العودة إلى تطبيق الحجر ستكون لها أضرار كبيرة على فئة واسعة من التجار. وفي هذا الإطار قال مصطفى الجبري رئيس جمعية تجار جوطية درب غلف في حديثه للجريدة 24 حالة من الخوف تسود في نفوس جل التجار من اتخاذ السلطات قرار الحجر الصحي وتوقف الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية.